بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، لازلنا في شرح هذا الكتاب العظيم مختصر السيرة النبوية لابن هشام المصري، واختصره الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والكتاب يتكلم عن سيرة خير البرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أغر عليه من النبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، فأنذرنا نارا وحذر وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. فأنت إلهي رب الخلق خالقي ومليكي، بذلك ما عمرت في الناس أشهد. تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها فأنت أعلى وأمجد، كما قال حسان رضي الله تعالى عنه. وقفنا في باب بدء الوحي، تكلمنا المرة الفاتت عن حديث عائشة الذي ذكره المصنف في أول بدء الوحي، ووقفنا عند قوله أو قولها: فلم يلبث ورقة أن توفي. وورقة قلنا هو ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، في الحساب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم لخديجة أو ابن عمها، وكان كاتبا للإنجيل وعارفا باللغة العبرانية. طيب، قالت فلم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني توقف الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم فترة. وهذه الفترة ذكر الذهبي في السير وابن حجر في فتح الباري وغيره أنها كانت 3 سنوات. 3 سنوات ما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها. والحكمة يا إخواننا من هذا، من تأخير الوحي، أن يتوطن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لاستقبال الوحي مرة أخرى، لأنه لو تتابع الوحي بيصعب عليه. ولهذا ذكر أهل العلم أنه فتر الوحي ليتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم ويتشوق قلبه إلى الوحي مرة أخرى. قالت: حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. وهنا في الرواية الموجودة عندنا في المتن ده اتواصل الكلام طوالي، حتى كان يذهب إلى رؤوس أو إلى رؤوس شواهق الجبال. وفي كلمة موجودة في لفظ البخاري، لأنه الأثر في البخاري، وانتبهوا يا أخواننا جدا للنقطة دي، لأنه فيها مطعن من مطاعن أعداء الإسلام على السنة النبوية، بيطعنوا في السنة بهذه الرواية. والكلمة اللي ذكر البخاري قال: فحزن، حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا فيما بلغنا، كلمة فيما بلغنا،
حتى كان يذهب إلى رؤوس شواهق الجبال يريد أن يلقي بنفسه منها، يعني ينتحر. هذه الزيادة جاءت من قول محمد ابن شهاب الزهري، ولاحظوا اللفظ قال فيما بلغنا، ودي عند علماء الحديث يا أخوانا بيسموها البلاغات، مش البلاغات بتاعت النيابة، لا، البلاغ عند علماء الحديث لما الراوي يقول لك فيما بلغنا، لكن ما يصرح لك الحدث منو، منو البلغوا، ما بصرح، لكن يقول لك فيما بلغنا. وهذه الصيغة من صيغ الأخبار الضعيفة. ونقل البخاري على شكل البلاغ ليبين أنها ضعيفة، لكن أعداء الإسلام ما بيفهموا هذه الدقائق في علم الحديث، بل قد يكونوا قاصدين متعمدين إنه ما يفهموها عشان يتخذوها مطعن. يقول لك شوف البخاري جاب رواية إنه النبي صلى الله عليه وسلم مشى يطلع رؤوس الجبال عشان ينتحر ويموت، هل ده بيليق بالرسول؟ تقول لا، ما بيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك خلاص ده جابه البخاري، والزول اللي ما عنده معرفة بعلم الحديث طوال يقول شنو، يقول معناه البخاري ده فيه حاجات غلط، فيه حديث ضعيفة. وهنا يا أخواننا معلومة مهمة جدا، دي من أهم ما يمكن إنك تطلع به والليلة في هذا الدرس، وهي إنه صحيح الإمام البخاري، وهو معلوم لديكم جميعا إنه أصح كتاب بعد شنو؟ القرآن، ده معلوم لدى الجميع. طيب صحيح البخاري فيه يعني أحاديث هي من أصل الصحيح، وهي المقصودة عند البخاري، والبنسمي بها ذات كتاب البخاري كتاب الصحيح، تمام. وفيه أشياء أخرى ليست من صحيح البخاري، هي ما من صحيح البخاري أصلا، عشان نقول لا البخاري فيه ضعيف وفيه صحيح، لا أبدا، وهي ما تسمى بالبلاغات والمعلقات والمرسلات. يقول لك هذا مرسل، زي ده مرسل، لأنه البلاغ جزء من أنواع الحديث المرسل، والمرسل ضعيف، والمعلق أيضا من قسم الضعيف لأنه مقطوع الإسناد، إسناده كله ما فيه. البخاري طوال يقول لك قال ابن مسعود، هل البخاري أدرك ابن مسعود؟ ما أدركه. البخاري في عداد المئة الثانية والثالثة، ما أدرك ولا صحابي واحد، البخاري ما أدرك ولا صحابي. طيب طوال ينقول لك عن البخاري عن 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 الصحابي، إذن في مفقود في النص ولا ما في؟ ده اسمه معلق. طوال يعلق لك الحديث ل أو القول لقائل الفوق. طيب يا أخواننا هذه ليست من صحيح البخاري أصلا، عشان كده ما في واحد يجيب لنا أثر من المعلقات في صحيح البخاري ويقول لك الأثر ده ضعيف يلا البخاري فيه ضعيف، لا ده ما من البخاري. ليه؟ لأنه صحيح البخاري اسمه الجامع، الجامع الصحيح المسند. مسند يعني شنو؟ يعني بالرجال، عن فلان عن فلان عن فلان، المسند المختصر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ده اسم الكتاب. طيب إذن من اسم الكتاب البخاري اشترط أنه أحاديثه جوه تكون شنو؟ مسندة. إذن المعلقات والمرسلات والبلاغات وغيرها هذه ليست من شنو؟ من صحيح البخاري، عشان ما يجي واحد يقول لك لا ده رواه البخاري وهو ضعيف، لا أصلا البخاري لم يروي إلا المسندات،
وأي مسند جابه البخاري، وإن تكلم فيه بعض أهل العلم منهم أبو علي الجياني، منهم الإمام الدارقطني، يتكلموا في بعض الأحاديث قليلة جدا في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولكن جاء ابن حجر من بعدهم ونصر البخاري وأثبت إنه ما نقل البخاري في كتابه إلا الصحيح، وأجمعت عليه الأمة. خليك من كلام منه، ابن حجر براو، أجمعت الأمة على أن ما في الصحيحين كله شنو؟ صحيح. طيب، ودي مهمة عشان تعرف إنه الرواية دي رواية ضعيفة، وجاب البخاري أصلا عشان يبين إنها شنو؟ إنها ضعيفة. طيب، قالت: كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل، يعني ظهر له جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه، يعني قلبه، وتقر نفسه، فيرجع، فإذا طال عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة تبدى له جبريل فيقول له ذلك. فبينما هو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء، قال: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت إلى أهلي فقلت: دثروني دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. نزلت عليه يا أيها المدثر بعد شنو؟ اقرأ. وعند أهل التفسير بتسمى سورة الدعوة، يا أيها المدثر سورة الدعوة، ويا أيها واقرأ سورة شنو؟ النبوة. عشان كده الإمام محمد بن عبد الوهاب قال: نبئ بإقرأ وأرسل بي المدثر. قالت: فحمي الوحي وتتابع. حمي يعني شنو؟ أي تكاثر، تكاثر واشتد. بعد ذلك اشتد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنواع الوحي. قال: وكان الوحي الذي يأتيه أنواعا، أحدهما الرؤيا. قال عبيد بن عمر: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. دي رؤيا من يا أخوانا؟ إبراهيم عليه السلام: إني أرى في المنام أني أذبحك. فرؤيا الأنبياء وحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثاني ما كان الملك يلقيه في روعه، الروع يعني القلب، وده من أنواع الوحي يعني الساهل، ما كان يلقيه في روعه. الإضاءة كويسة كده. قال: من غير أن يراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. بالله أخوانا شوفوا الحديث ده بيطمن الزول كيف. قال لك: أنت ما بتموت لحد ما تكمل رزقك، ما حتموت عشان ما تشفق، ما حتموت إلا تكمله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه، هرب الجري الواحد ده، كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كان عضد على رأيك وجريت، جريت من رزقك بيلحقك برضو. عشان كده قال لك: ما تستعجل تشيله بالحرام، أصل الرزق ده الله قاسمه لك، كان استعجلت بشيله بالحرام
تخرب شغلتك ساي. وكان اطمأنيت وصبرت بيجيك ذاته، كنت ساكن بالحرام لك بيجيك بالحلال، ما تستعجل. الثالث قال أن الملك يتمثل له رجلا فيخاطبه، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. دي زي قصة من؟ جبريل لما جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، بلا يشوف ذكاء الصحابة كيف قال لا يرى عليه أثر السفر. لما جبريل جاء داخل في المجلس ولقى النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة، فقال لي يا محمد أخبرني عن الإسلام. الصحابة لاحظوا عليه وقالوا شديد بياض الثياب، ده معناه ما مسافر صح؟ الزول المسافر زمان والسفر بالإبل بيجي جلابيته نظيفة؟ لا، بيجي مكتح وسخان أشعص أغبر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، شعره ما مغبر. قال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، يعني نظيف كده وما مسافر مفترض نعرفه، وكان مسافر مفترض يكون مغبر. دي يعني بتدل على ذكاء الصحابة، إنه الرجل ده استغربوا له. فبعد ذاك آخر الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فبيجي أحيانا على صورة بشر. والملائكة ممكن تتمثل، أيوة كان يأتي على صورة سراقة ابن مالك. الرابع قال أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس. الصلصلة معناه الطنين، الصوت المزعج، صوت الطنين. قال وهو أشده عليه أو أشد عليه، وده أشد أنواع الوحي. فيتلبس به الملك حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا، وكما قالت عائشة إنه يأتيه في الليلة الشاتية شديدة البرد. قالت ف يعني يخرج عنه وإن جبينه لا يتفصد منه مثل حب الرمان، العرق بينزل منه في الليلة الباردة الشاتية. ده من شدة الوحي وصعوبته. قال فيتلبس به الملك، قال فيتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به على الأرض. ده من ثقل الوحي، الراحلة ما بتشيله، الناقة بتبرك به على الأرض. وجاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، وده زيد بن ثابت الأنصاري كاتب الوحي وكان من علماء الصحابة، وهو الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان. زيد بن ثابت وهو الأنصاري، غير زيد بن حارثة المهاجري، أي واحد براو. قال فكادت ترض يعني كادت تتهشم رجله من ثقل الوحي. الخامس أنه يأتيه الملك في الصورة التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله، وهذا وقع مرتين كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عشان كده المذكور ولقد رآه في القرآن مرتين، الرآه ده جبريل، وفي ناس ظنوا إنه الرآه ده إنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى منه، رأى الله، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، ما صحيح، وده تفسير غلط.
لأنه جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مباشر، قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي كيف أراه؟ فما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه، ما ثبت أصلا. وذكر في أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه، ولكن ذكر شيخ الإسلام وكذلك ابن حجر في فتح الباري أن كلام ابن عباس محمول على رؤيا القلب وليست رؤيا العين. فانتبهوا للنقاط يا أخواننا، دي مهمة ودي نقاط في العقيدة. طيب السادس، ما أوحاه الله له فوق السماوات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. طبعا وقعت محاورة يا أخواننا وكلام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين رب العزة والجلال لما عرج به، بعد ما وجينا قصة الإسراء إن شاء الله، بعد ما وصل جبريل إلى سدرة المنتهى توقف جبريل ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، بعد ذا خاطبه ربه سبحانه وتعالى. التشهد اللي بنقراه ونحن في الصلاة ده هو الخطاب، فده خطاب كفاحا. طيب قال ابن القيم أول ما أوحي إليه أو أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ. ثم أنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبأه بإقرأ وأرسله بالمدثر، ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حوله من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. وحجينا التفاصيل إن شاء الله كلها في موضعها. طيب فأقام بضع عشرة سنة ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية، ويأمره الله بالكف والصبر، ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عن من لم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ولما دعا إلى الله استجاب له عباد الله من كل قبيلة، فكان حائز السبق صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من آمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كلمت أحدا عن الإسلام إلا وكانت له كبوة وتردد. أي زول بيدعو للإسلام بتردد. قال إلا أبو بكر، أول ما عرض عليه الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويا أخواننا دي منزلة، دي تاني ما في الأمة وما بتلحق فيها أبدا. وقيل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم تحفظ له مخالفة للسنة حتى مات، وده الشخص الوحيد لم تحفظ له مخالفة للسنة، لأنه الصديق يسمع الكلام فيصدق، وكان يفهم النبي صلى الله عليه وسلم فهما عميقا، حتى يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم في المنبر قال إن رجلا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر الصديق، فقلنا ما بال الشيخ يبكي ماله في شنو؟
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا خير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة. قال لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر وسأل أبو بكر الصديق قال فكان المخير هو رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قال الكلام ده فيه مطوال. ولهذا يا أخواننا منزلة الصديق هي منزلة رفيعة ما يقبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحدا إطلاقا. حتى لما جاء يعني نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت وكان في حجرة عائشة وما قادر يطلع للناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت عندها ذكاء، فخافت يعني أن يعني يتشاءم الناس بأبي بكر الصديق لما يظهر لهم في مرض منه، في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه عادة عند الجهال من العرب، فخافت من هذه. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني رقيق، وإنت مريض وهو متأثر بمرضك ما يكاد يسمع الناس. فقالت له فمر عمر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل، قال إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما قبل. مكانة أبي بكر الصديق كانت مكانة أبدا ما ينازعه فيها أحد. حتى لما ولي أبو بكر الصديق الخلافة وبويع في سقيفة بني ساعدة وشهد جمع من الصحابة لكن ما كلهم، فبعد ذلك تكلم بعض الأنصار قالوا منا أمير ومنكم أمير. فقال لهم عثمان أو أحد الصحابة قال لهم أترضون أن تكونوا على إمارة وفي الناس أبو بكر الصديق؟ قال والله لا نرضى بذلك، ما ممكن نحن نكون فوق أبو بكر الصديق يعني من الرعية تحتنا، قالوا لا نرضى بذلك. طيب فهو أول من آمن. قال فوازره في دين الله، وازروا بنفسه وبماله. ويوم من الأيام أبو بكر الصديق دخل الكعبة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام جمع من كفار قريش قالوا من يأتي بسلى جزور بني فلان؟ بتعرفوا السلى بتاع الجزور؟ الناقة بعد ما تلد هل بيطلع منها ده؟ بعد الجنين اسمه شنو؟ نحن بنسميه السلى صح؟ هو السلى. قالوا لهم في ناقة ولدت، منو يجيب لنا السلى بتاعه ده ويضعه على رأس رسول الله وهو يصلي؟ فقام عقبة ابن أبي معيط عليه لعنة الله فأخذ السلى فوضعه عليه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأزاحه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فكان مدافعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدفع ماله، وكان ذا مال، عنده مال كثير جدا يدفع ماله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى المسجد وكذا قال كل خوخة في المسجد تسد، أي ذول عنده باب اقفله، ما في ذول مسموح له يفتح باب في المسجد، قال إلا أبو بكر الصديق هو الوحيد مسموح له إنه يفتح بابه إلى المسجد. عشان كده قال فوازروا في دين الله، نصروا نصر عزيز، يعني ما شهد النبي صلى الله عليه وسلم مشهد إلا مع أبو بكر الصديق. طيب قال ودعا معه إلى الله. الذهبي في السير جاب إنه من العشر المبشرين بالجنة، قال أسلم على يد أبي بكر الصديق منهم خمسة، العشر المبشرين مش من عشرة
أبو بكر منهم واحد صح؟ فضل كم؟ تسعة. تاني خمسة برضو ذي الحق إنه. وأي عمل يعملوه في موازين حسناته. أسلم خمسة على يد أبي بكر الصديق، منهم الزبير وطلحة وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، بعضهم زاد قال وأبو عبيدة بن الجراح السادس. دل كلهم أسلموا على يد من؟ على يد أبي بكر الصديق. وهنا المصنف ذكر منهم ثلاثة، قال فاستجاب لأبي بكر عثمان، عثمان وهو ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس وعثمان ابن عفان هو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الثالث أمير المؤمنين. سئل عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طبعا الناس نحن دل قرينا في المناهج، وشوفوا يا أخواننا خطورة المناهج. كانت المناهج كلها يعني كلمات طيبة وثناء عليهم، إلا بعض النقاط البسيطة فيها تضخيم وكذب في الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، وامتدت يعني شذرات الكلام إلى الطعن حتى والغمز في عثمان. تمام؟ فسئل عنه علي رضي الله عنه، قيل له ما تقول في عثمان؟ قال تسألونني عن رجل يسمى في الملأ الأعلى بذي النورين؟ ده قال لهم في السماء لقبه ذو النورين، لأنه تزوج اثنين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان كان كريما وكان حليما رقيقا، عشان كده لما سئل ابن عمر قالوا له لماذا يعني أنكر الناس على عثمان، قال لقد أنكروا على عثمان أشياء لو فعلها عمر لما أنكروا عليه. الحاجات العمل عثمان أنكروا عليه لأنه كان رحيما وكان بيرفق وبيحسن حتى على مخالفيه، ونفس الأشياء اللي صنعها عثمان صنعها عمر قباله، لكن ما في ذلك بيقدر يزعل عمر، بيقدر يزعل عمر. ها؟ ما في ذلك بيقدر يزعل. لكن عثمان كان هينا وكان لينا وكان كريما، ها؟ وكان عنده حياء شديد. قال ما مسست ذكري بيميني بعد أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا بلا شدة الحياء رضي الله عنه وأرضاه. واشترى الجنة مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر روما وله الجنة، اشترى عثمان بير وهب للناس. البير دي زمان يعني ما حاجة سهلة. وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فجهزه عثمان جيش كامل. ها؟ في ناس هسه والله الواحد لو قلت له بس تساهر في سبيل الله، مش تجهز جيش، بس ساهر ما تنوم لله، ما لي رقبتك. في ناس الواحد ما عنده استعداد يساهر لله، بس سهر بالليل. في ناس ما عندهم استعداد يخدموا الدين ده بأي حاجة، وبضروا رقبتهم في النهاية. طيب، قال وطلحة، وطلحة هو ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد التيمي، وهو من بطن القبيلة من قريش اللي منا أبو بكر الصديق، هو من بني تيم اللي كانوا في حلف الفضول، ومنهم عبد الله بن جدعان
الرجل الكريم المعروف في الجاهلية. فأبو بكر الصديق وطلحة هم شنو؟ هم الاثنين من بني تيم. وطلحة هو جار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال جاراي في الجنة طلحة والزبير. قال ولكل نبي رفيق ورفيقي بالجنة عثمان. فديل جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منو؟ طلحة والزبير، وهم قدر بعض. قال المدائني رحمه الله تعالى قال كان طلحة والزبير وعلي وسعد، الأربعة ديل طلحة والزبير وعلي وسعد كانوا أترابا قدر بعض كلهم، كانوا أترابا وأسلموا صغار كلهم، كلهم أسلموا وهم صغار. طيب وطلحة هو الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم أو لقبه بطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا يوم أحد عظيما، حتى كان يصد السهام بصدره والسيوف بيده، يصد السيف بيده، حتى ضربه رجل بالسيف فقطع أصابعه، فقال حس يعني ذل من تحرقه كده كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. وهو أول من بايع يعني علي رضي الله عنه، وطعن الخوارج في بيعة علي فقالوا بايعته يد شلاء لأنه يده مشلولة، فقالوا لهم ما بالكم بيد شلت في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي ما اتشلت في محل معصية ولا منكر، دي اتشلت بالدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت بنته عائشة جرح أبونا يوم أحد 25 جرحا، 25 جرحا كلها في صدره، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الجود وطلحة الفياض. طيب قال وسعد ممن أسلم على يده أيضا، سعد، وسعد المقصود هنا منه ابن أبي وقاص، سعد ابن أبي وقاص الزهري. وده يوم من الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد الأدم، هو يعني لونه فيه شوية من البياض وشوية خضرة، الأدمة بيسموها. قال هذا خالي فليريني امرؤ خاله، كان بيعتز به النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان هو أصغر منه سنا، وهو خاله حقيقة لأنه هو سعد أبوه اسمه مالك، سعد ابن مالك ابن أهيب بالألف، أهيب ابن عبد مناف ابن زهرة. أهيب ده أخو وهب، بتعرف وهب؟ وهب ده منه آمنة بنته، ومالك ابنه خاله ولا ما ابن أهيب، ديل أخوان، هما الأخوان أهيب ومنو وهب. وهب ده ولد آمنة، وأهيب أهيب ابن ولد مالك، وولد تاني أخته اسمها هالة، احفظون كويس لأنه حجيكم بعد شوية. أهيب ده ولد مالك ومنو هالة، هالة دي والدة اثنين، صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم والزبير،
أمهم منه هالة. عشان كده الزبير ده قرابته بالنبي صلى الله عليه وسلم شديدة، بنجيبه بعد شوية، قرابة كثيرة خلاص. ديل من جهة أمهم كده خاله ولا ما خاله؟ أيوة. فعشان كده قال لهم هذا خالي فليريني امرؤ خاله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم. وتعرفوا الأرق يعني شنو الأرق؟ أيوة. الزول ما يقدر ينوم لما تكون بتفكر في موضوع، ولا متعب، ولا خائف، ولا أي حاجة، ما تقدر تنوم. قالت: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: هل من رجل من أصحابي يحرسني؟ قالت: فسمعنا صوت السلاح برا البيت. فقال: من هذا؟ قال: أبو إسحاق، وهو سعد. قال أبو إسحاق: قال ما جاء بك؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. قالت عائشة: فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطه، نام لحد ما شخر. فسعد رضي الله عنه كان زاهدا وكان تقيا. قال: أسلمت أنا وأنا سابع سبعة، ليس لنا طعام إلا ورق السمر، الورق بتاع الشجر. قال: وكان أحدنا إذا أراد الخلاء أخرج كما يخرج البعير، يعني الإخراج بتاعه بيطلع زي شنو؟ زي بعر البهيمة، من شدة شنو؟ الأكل القاسي الشديد. قال سعد: ولقد رأيت مصعب بن عمير وكان فتى مكة المدلل يتطاير جلده منه تطاير الحية. ده من تقشف الحياة، لأنه ما كان ضاق حياة زي دي، والحياة بقت له قاسية، جلده بالطاير منه، ولا ينام في الليل. قال: حتى نضع له، يعني بيجوا شايلين عود على أكتاف ويحمل مصعب فلا يستطيع السير، ما بيقدر يمشي من شدة الحياة. قال: فقمت مرة بالليل لأبول فسمعت صوتا تحت بولي، فإذا أنا بجلد بعير قد بلت عليه، لقى قطعة بتاع جلد بعير. قال: فقمت إليها فغسلتها، غسلها كويس حتى إذا نظفت، قال: أحرقتها في النار، ثم قسمتها شرائح، قطع لها شرائح، فصرت أتقوت عليها ثلاثا. بالله شوفوا الحياة دي صعبة كيف. ده كله من أجل شنو يا أخواننا؟ بس من أجل الدين. وأسى يجي واحد لا قيمة له ولا أخلاق ولا بذل شيء للإسلام ولا قدم حاجة، يسيء للإسلام ويسيء للصحابة ويطعن في الدين، ونحن بنعاين فيه، والناس عندهم برود، برود ها، وعدم غيرة. شوفوا الناس دي جاهدت كيف يا أخواننا. مصعب بن عمير ده في أسرة يعني مليئة بالمال، ناس شبعانين مال، ما كان يخلي الشغلة دي يمشي، يشوف شوف القروش وشوف المتعة. إذا مر بالناس قالوا كان لو مر جماشي بالشارع، الناس اللي قاعدين في الشارع كلهم بيقول لك مصعب جاي جاي بعد ما يفوت، دي من الروائح بتاعته والعطر ها. فعاشوا حياة قاسية جدا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن نالوا المنازل العالية، نالوا المنازل العالية عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وبادر إلى استجابته أيضا صديقة النساء
وهي خديجة الكبرى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وتكلمنا عنها في الدروس السابقة. وهي أول من أسلمت من النساء، وبادر إلى الإسلام علي بن أبي طالب، وهو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة للأول من أسلم، ومن الموالي زيد، أول من أسلم من الموالي هو زيد ابن حارثة، حيجينا الكلام عنه. وكان ابن 8 سنين وقيل أكثر، إذ كان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من عمه. لاحظوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في نفسه تحت كفالة عمه أبي طالب، وهو قد كفل عليا. كان علي عنده وتحت كفالته. قال: وبادر زيد ابن حارثة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة، فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها. زيد يعني جاء لخديجة بسبب انه طلعت به امه، وهو من بني كلب العنسي، زيد ابن حارثة ابن شراحيل او شرحبيل، ابن حارثة ابن شرحبيل العنسي، وجده امرؤ القيس الشاعر المشهور، ده جده. طيب، خرجت به امه يوم من الايام لزيارة اخواله، فغدت عليهم خيل وساقوا رقيق، شالوه باعوه في سوق عكاظ، وقيل سوق آخر بمكة، لكن ابن عبد البر قال في سوق عكاظ باعوه، فاشتراه حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد. أها، ده يبقى لخديجة شنو؟ ها؟ والدخوة، ده والدخوة، حزام ده أخو خديجة، حزام ابن خويلد، وخديجة بنته، ولده اسمه حكيم ابن حزام، اشتراه لخديجة رضي الله عنها، وخديجة وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وقدم أبوه حارثة وعمه في فدائه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله وجيرانه، تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عبدك فأحسن لنا في فدائه. فقال: هل غير ذلك؟ وده يا أخوانا من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه ده عبد مملوك، زيد كان عبدا مملوكا، ليس له منعة ولا له مال ولا قبيلة من وراه تحميه ولا شيء، فجوا قالوا: نحن دارينه. قال لهم: هلا غير ذلك؟ دارين أي طلب تاني أديكم، بس زيد ده أنا دايره. ولم يكن طلبه إياه طلب الرقيق عشان يخدمه، غلام عنده يخدمه، لا، إنما كان يحبه. فقام قال لهم، قالوا: وما هو؟ قال: أدعوه فأخيره، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني. أكان اختارنا أنا ما بدي كله، وكان اختاركم شيلوا. قال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، أبي وعمي. قال: فأنا من قد علمت وقد رأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما.
فقال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مكان أبي وعمي. قال لي أنت مكان أبوي وعمي. فقال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خرج إلى الحجر، يعني خرج لقريش وهم مجتمعين في مجالسهم. جيب المايك الثاني لو شغال. طيب، فقال أشهدكم أن زيدا ابني أرثه ويرثني. فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما، فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فنزلت أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فدعاه الناس زيد ابن حارثة. قال الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد، والكلام ده محمول على الموالي، يعني ما في أحد أسلم من الموالي قبل منه زيد ابن حارثة رضي الله عنه. وكذلك يا أخواننا بعد ما نزلت الآية ادعوهم لآبائهم، كل من كان يدعى في الإسلام يعني من تولاه فرجعوا إلى اسمه الحقيقي، كالمقداد بن الأسود كان غلاما للأسود فعاد إلى اسم أبيه وهو المقداد، صار المقداد ابن عمرو أو ابن عمرو. قال وأسلم ورقة بن نوفل، وأسلم ورقة بن نوفل. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام في هيئة حسنة، والحديث ضعيف. ورقة بن نوفل ما أدرك الإسلام لأنه توفي قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، وقبل الرسالة عموما هو ما أدرك الرسالة، ولكن جاء بسند له شواهد حسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وعليه ثيابا بيض. ودي أخوانا في تأويل الرؤى، الثياب البيض والخضر والأماكن الواسعة وشراب اللبن والهدوم الطويلة، دي كلها من علامات الخير. إذا رأيت إنسان يلبس ثياب خضر أو بيض أو هدوم سابغة كبيرة، أو رأيت إنسان في مكان متسع، دي كلها يا أخواننا من علامات الخير. قال ودخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، وقريش لا تنكر ذلك، حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة، فحمى الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا في قومه، شريفا معظما، وكان من حكمة أحكم الحاكمين. طيب، قال دخل الناس في دين الله واحدا بعد واحد، هذا في أول الإسلام، وقريش ما كانت تنكر عليه. تبهل النقطة دي مهمة. قريش يا أخواننا قلنا يعني لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة استجاب له ناس، وقريش لا تنكر ذلك لأنه قريش ما كانت عندها مشكلة كون النبي صلى الله عليه وسلم
ما يعبد آلهته، أو كون بعض الناس يترك عبادة اللات والعزى ويعبد الله وحده. هذه ما كانت المشكلة عندهم، إنما كانت المشكلة عندهم الأكبر أن عبادة الله وحده تتضمن وتقتضي أن ما هم عليه باطل، وأن آباءهم ماتوا على الباطل وماتوا على الشرك، وأنهم كما قال أبو جهل، قال لهم إن محمدا يزعم أن آباءكم يتحافتون في النار. قال لهم لنا مايكات كنا أخواننا كلها ما كان خليتونا منا يكون أحسن، كلها ما دا تشتغل. طيب قال لهم إن محمدا يزعم أن آباءكم يتحافتون في النار، فدي اللي هم يعتبروا مسبة، عشان كده قالوا له سفحت أحلامنا. سفحت أحلامنا يعني نحن اللي بنعمل فيه ده كله ما عنده قيمة، وسببت آلهتنا، مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا بذيئا ولا كان بيلعن آلهة يعني آباءهم، لا، لكن قالوا له سفحت يعني سببت آلهتنا وسفحت أحلامنا، باعتبار إنه آباءهم ديل ماتوا على الشرك وبيدخلوا جهنم، وهم بعبادتهم نحن يخشوا جهنم. فإذا يا أخواننا نفهم من هذا أن من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته نقد الباطل، لأنه ما اكتفى بعرض الإسلام. لاحظوا الإسلام يحتاج إلى عرض، أنت بتقدم الإسلام وتنقد الباطل، فهناك عرض ونقد. فهم ما اتأذوا من العرض، كونوا يعبدوا الله هذا عرض للدعوة، لكن تآذوا من النقد، النقد للآلهة بتاعتهم أن هذه الآلهة باطلة، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال لهم انتوا آلهتكم دي شنو؟ دي حطب بعدين بولعبوه جهنم. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يذكر بشنو؟ أيوة بالسوء، إنه دي آلهة باطلة وإن ده هي حطب جهنم، وإنتوا بتعبدوا في الأوثان، واللي بيموت منكم على الدين ده بخش جهنم. فالنقد لهم ده هو الوجعهم. قال شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. قال وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، يعني أبا طالب. وإخواننا الكلمة دي من الاستنباطات المهمة جدا للمصنف. قال بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. أبو طالب ده ما كان مسلم، كان على دين قومه، عشان كده قدر يحمي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أسلم أبو طالب لما استطاع الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أصلاً يا أخواننا المشركين ديل كل ما يكونوا دارين يتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى براعوا لحاجة، إنه لو آذوا أبو طالب بيسلم، وهم ما دارين أبو طالب يسلم، عرفتوا؟ يعني لو قاموا عليه طوال أبو طالب بيسلم، بيقف معه،
عشان كده بيجى النبي صلى الله عليه وسلم محمي بخوفهم من اسلام منه من اسلام ابي طالب. بيبقوا خايفين من النقطه دي. ده زي ما عمل ابو جهل نفس النظام ده. ابو جهل لما جاء داخل عليه حمزه وضربه في وشه، وبعد ما ضربه قاعد في مجلس قومه قال له اتؤذيني وانا سيد البطحاء؟ مش هو نبذه في الاول قبال ما يضربه، نبذه نبذ كعب شديد. قال له قم يا مصفر أستك. دي معناها شنو؟ دي في القاموس معناها الرجل الضراط كده بالعبارة دي ذاتها. دي نبذة كعبة قال لي قدام وهو في مجلسه في بني مخزوم وهو سيد من سادات قريش. نبذ أول حاجة، واثنين شايل القوس بتاعه طقبه في وشه لما الدم مشى، وقال له ردها علي إن استطعت. رد علي. فقام رجال من بني مخزوم دارين يضربوا حمزة، وقام رجال من بني هاشم دارين يدافعوا عنه. أبو جهل زول ذكي جدا، قال دعوا أبا عمارة خلوه ما في رسالة، فإني سببت ابن أخيه سبا شديدا. خلوه ليه؟ لأنه لو قامت الفتنة بيناتهم واسترع بنو مخزوم مع بني هاشم حيسلم بني هاشم كلهم. وابو جهل داير ديرك أصو شغال بنظام الجفل نخلى ينقر على الوقفات، داير ديل يكونوا قاعدين. عشان كده يتحمل النبذ ويتحمل الجرح في وشه والإهانة قدام قومه، هو سيد قومه يتحمل كلها، مع انه ابو جهل يعني كان شجاعا وقومه ديل اكثر من بني هاشم، بني مخزوم اكثر من بني هاشم، وكانوا بيسموه ريحانة قريش يعني ممكن يقاتلوهم، لكن بيشتغل بذكاء انه داير يحافظ على شنو؟ يحافظ على ديل. ولهذا حمى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بانه ابو طالب ماله قاعد مع ديلك مشرك، ولو أسلم ما كان بيقدر يحميه تاني. أبو طالب ليس له منعة ولم يكن صاحب مال ذاته، ما عنده قروش كويس. فعشان كده دي من الاستنباطات الجميلة للمصنف رحمه الله تعالى. قال وأما أصحابه فمن كان له عشيرة تحميه امتنع بعشيرته. الذهبي جاب في السير قال أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله تعالى بعمه، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه من بني تيم، وديل كمان كتار وما في ذو السهل أصلا. أبو بكر الصديق ده زول مدليد وما في، لأنه أهله قاعدين، كان في ذو السهل وبقوموا طوالي معه. وعمر رضي الله عنه كان ذا شكيمة أصلا، هو صعب براو كده. وبعد ذاك قوم من بني عدي ديل ما بخلوهم. عشان كده يوم من الأيام لما أسلم رضي الله عنه اصطرع مع أهل مكة، اصطرع معهم صراع شديد. أول ما أسلم كلم واحد قال لهم من أنقل قريش للخبر؟ أكثر ذو الشمارات في قريش منه؟ قالوا له واحد اسمه يعني لعله عبد الله الجمحي أو شي كده، اسمه جميل، اسمه جميل. قال طوالي مشى لجميل قال له أما علمت يا جميل أني أسلمت؟ قالوا فلم يستكمل الخبر، ما تمت الجملة، ما خليك من اللي باقي كلامه يشرح له. طوالي قبل عليه على مجالس قريش لقد صبع عمر قال لهم
عمر رضي الله عنه ماشي بوراه ويقول له بل أسلمت ما صبعته. يقول صبع عمر يقول له بل أسلمت. قالوا فدخل مع قريش في صراع شكله دورت بيناتهم يضربهم ويضربونه. قال حتى ارتفعت الشمس من بعد الصبح الشكل مدور لحد ما الشمس عيلت فوق. فجاء العاص بن وائل السهمي دخلوا خال عمر بن الخطاب. العاص بن وائل السهمي ايوه والد عمرو بن العاص جاء لي قاوم متلمين فوق له والشكل مدوره. قال يا هؤلاء اتظنون ان بني عدي تاركي لكم عمر حيخلوكم تقتلوا؟ قال فتفرغوا عنه جميعا. إذا شاف له شغله لأن الموضوع ده طويل بدخلهم مع بني عدي وبدخلهم مع وين. فامتنع بعض الصحابة بأقوامهم أي ذول عنده منعة وعنده قبيلة ما في ذول سألوا. قال وسائرهم تصدوا له بالأذى والعذاب منهم عمار بن ياسر وأمه سمية وأهل بيته عذبوا في الله. الثلاثة دل عذبوا عذاب شديد. ياسر أبو عمار العنسي وأمه سمية زوجته سمية ولد عمار وكانوا كلهم من موالي بني مخزوم لأنه سيدهم اسمه أبو حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم. أبو حذيفة ده أخو الوليد ابن المغيرة عم خالد ابن الوليد وعم أبو جهل لأن أبو جهل اسمه عمرو ابن هشام ابن المغيرة وخالد ابن الوليد وأبو جهل ده أولاد عم أولاد عم عديل كويس. وعمهم ده اسمه أبو حذيفة. أبو حذيفة ده كان المالك منه سمية بنت الخياط وعمار ولده ومنه وياسر أبوهم عذبهم عذاب شديد على الإسلام. وسمية رضي الله عنها قيل هي أول شهيدة في الإسلام لأنه أبو جهل ده ما ملك لعمه كانت كان بيعذبها فطعنها بحربة في قبلها حتى ماتت رضي الله عنها وأرضاها وكانت أول شهيدة في الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبوا فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصبروا على العذاب وعلى الأذى الشديد وكانوا يجروا في بطحاء مكة يجرون في الحجارة وليس عليهم ثياب تحميهم يجرون بالأرض. وعمار يعني بعد ذلك نجا من العذاب وآذوا لحد ما يوم من الأيام اشتد عليه العذاب قالوا له سب محمدا. قال فسببته. قالوا سب الله قال فسببته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعد ثاني لو قال لك سب سب وما عليك حاجة. فنزلت فيه قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فما يضر شيء. طيب الفقرة الجاية دي حقه ندخل فيها من المرة الجاية. وعموما يا أخواننا هؤلاء كانوا من المستضعفين من المؤمنين عمار وأمه سمية بنت الخياط وأبوه ياسر. وعمار كان له
قدم السبق في الإسلام وكان مجاهدا تقيا عابدا. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتله الفئة الباغية. ومات في يعني آخر عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر، والمرة الجاية ندخل من بلال رضي الله عنه وابتداء الدعوة.